استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم الجنرال لويد أوستن قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي يزور البلاد حاليا في إطار جولته في عدد من دول المنطقة. وقد رحب جلالة الملك المفدى بالجنرال أوستن وأشاد بما يربط البلدين والشعبين الصديقين من علاقات تاريخية وطيدة وتنسيق مشترك، وبما يشهده التعاون الثنائي بينهما من ازدهار وتقدم في مختلف المجالات كبلدين حليفين وشريكين، مؤكدا جلالته اهتمام مملكة البحرين المستمر بتطوير علاقات الصداقة والتعاون المتنامية مع الولايات المتحدة الأمريكية على مختلف الأصعدة، خاصة في مجال التعاون الدفاعي والعسكري. كما أشاد جلالة الملك المفدى بالدور الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، معربا جلالته عن تقديره لجهود الجنرال أوستن في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين ومنطقة الخليج العربي خاصة. واستعرض جلالة الملك المفدى مع القائد العسكري الأمريكي خلال اللقاء آخر التطورات والمستجدات السياسية الراهنة والسبل الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.